سلام غزالات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جبت واحد الهميزات وحبيت اني نشاركها معكم، اللي هما هاد البلاطوات ديال الدجاج البنات. لقيتهم ب10 دراهم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا خديت واحد لونسومبل جوج، كيف ما كتشوفوا هادو تا همايا بجوجهم نفس الشكل ونفس الكولور، وهادو خديتهم مختلفين اللي غندير فيهم الحليوات. اما هادوك الاخرين اللي خديتهم انا اونسومبل البنات خديتهم باش ندير فيهم خيمرات ولا مسيمنات ولا بغيريرات. فهادو البنات انا لقيتهم حبيت اني نشارك معكم هاد الفيديو. هادو عجبوني بصراحه، عجبوني، وحتى الثمن ديالهم ماشي غالي، رخيص 10 دراهم. وتبارك الله لا غلى على مسكين، راه تبارك الله راه تحطوا وتهزوا في نفس الوقت، يعني تحط الراجل حطهم تهزوا في نفس الوقت. بزاف ديال الناس شراوهم وكاينين فيهم شكيلات زوينين رائعين. المهم بنات هذا هو الفيديو، حبيت اني نوريكم هادو اللي انا خديتهم وحبيت نشاركهم معكم. طبعا يقدروا يعجبوكم، ولا بغيتهم البنات مدينه البنات، بالنسبه للبنات، بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في مدينه اسفي، راهما كاينين في شارع الرباط كيتباعوا، راه غزالين غزالين غزالين. مهم بنات حبيت اني نشارك معكم هاد البلاطوات هادو. مهم تلاقاو في فيديو اخر او فلوق اخر ان شاء الله، وعواشر مباركه وعيد مبارك سعيد.